ضلع اخر في هذا البناء الرائع اللي شفناه واحنا بنتفرج على الرقصات، الديكور، الالوان اللي احنا شايفينها، كل ده جزء من ان الفكره توصل لنا، الاحساس يوصل لنا. بالظبط. حضرتك انضميت امتى لجلسه العمل وبدات تشتغل باي فكر، خصوصا انه في ناس عندها فكر مسبق من ان احنا زرنا المعابد والافلام اللي اتعملت قبل كده؟ أيوة. عن ما نتوقعه يعني. هو مع كريمه بهية نعسة ايزيس حتشبسوت دي خامس مره. هو العروض على فكره بهية كان من العروض الرائعه كمان. ايوه بهية نعسة ايزيس رايا وسكينة عنترة حتشبسوت ده عندك دول... كتيبة تتحاز للمرمى يعني ما شاء الله. اشتغلنا كتير مع بعض الشغل هو مع كريمة انا بشوف هي عايزة ايه، عايزة تقول ايه. ما انت اكتر حاجة في اي يعني في اي بارت هي مقصدها ايه. صح. ما انت عايزة ايه اللي عايزة توصله للجمهور. انا بحاول مع مع الملابس ومع الالوان اللي بختارها اني اوصلها وجهه النظر دي على حتشبسوت. الديكور وكل حاجه، ما انت الديكور كان ما انت اول فكرتنا الفكره اللي اتكلمنا فيها اللي هو البنى، علشان سنه موت يعني الحدوته سنه موت بنى لها معبد. ايوه. فانا ركزت على الموضوع ده ويكون في زي السينوغرافيا مع الراقصين مع ده اللي هو المعبد اللي في الدير البحري اللي في الدير البحري معبد حتشبسوت. بس احنا اخذنا بس العواميد وحاجات العواميد معينه. دي نقطه مهمه جدا لان حضرتك عاملها بطريقه مختلفه. أيوة. جزء تحت وجزء فوق. ما زي متكسره. أيوة. زي في كونتينيوتي. يعني كل متفرج هو عايز يشوف ايه. فكره البنى احنا لسه بنبني. لسه في حياه. فالحياه ما هنكمل، ما تكملش، ما تقفلش، ما فيش حاجه تتقفل. فده الفكره اللي كانت البنى. أيوة. وان الحياه مستمره.